ياكل وابني وانا مش مصدق اللي احنا فيه ده. يا رب يعني نفسي ابقى كابوس اللي انا فيه ده كله. انا لحد دلوقتي فات قربنا على السنه اهو وانا برضو مش مصدق ان ده كله يوسف وان ده عشان ليوسف. انا يوسف كان كل حلمه ان هو يبقى يدخل اولى اعدادي وكان بسيط. هو عمل لهم ايه التلاته طول بعرض وده كله عمل لهم ايه علشان يوقفونا الوقفه دي كلها؟ بس انا واثقه ان ربنا فوق. عمو بيقول لي ان 15 يوم بتدوروا مش عارفين توصلوا لاي حاجه والمتهمين هم اللي كانوا بيساعدوكم. اه وعلى ده بقى يخبط يقول احنا هنجيب حق ابننا لما عرفنا ان هو توفى. اه وكنا مأي والقضيه اتقفلت انتحار بقى يزعق وجاي لنا هناك وعند المستشفى الدولي ساعه الغسل والدفنه وجاي واقف ويعيط بدموع ويقف ويقف لحد ما بيطمن على جريمته. واقف عند الاسعاف واقف عند الطرب يعني كل حاجه هو يعني موجود فيها موجود فيها هي بالصور بالصوت والصوره يعني ما بالصوت والصوره هو والمتهم الثاني. بس علاء طبعا عشان انا يعني احنا عارفينه فواقف ويشيل ويحط ويدفن وسند باباه يعني هو مسند باباه وبعد ما دفنه مسنده. لما انت اللي قتلته اعترافاتهم ازاي بقى قدام المحكمه وقدام النيابه اعترافات كفره فجره ما تقالش غير كده. دولت عمرهم ما يكونوا كده ما شافوش اي تربيه ما شافوش اي حاجه لان كان قدامهم فرصه 5 ايام ان هم يتراجعوا عن اللي فيه ده. تراجعوا حتى لو انتوا لحظه شيطان او ان هي حد غلط لا كان ممكن انتوا 5 ايام يا علاء لان انت صاحب الفكره وصاحب اختيار يوسف وصاحب كل حاجه. كل ده عشان ايه؟ هما بيقولوا عشان فلوس مع ان علاء ده ميسور ماديا وابوه وعيلته ميسوره. اه فانا نفسي اعرف علاء يعني ده عمل ليه كده في يوسف يعني كره ومفيش اي مثلا لا في مثلا حاجات ما بينه وما بين باباه ولا فلوس ولا ورث ولا اي حاجه تستدعي حاجه ولا اي حاجه بقى الا بقى حاجه بقى احنا ما نعرفهاش. انا بحضر كل مره ونفسي هو يقول حاجه اقتنع بيها. مش لاقيه سبب لجريمته. انا اولادي بيقولوا اخوات يوسف بيقعدوا يقولوا احنا نفسنا نعرف ليه احنا دلوقتي مش فاهمين اصلا. طب ماما طلبش فلوس هما اللي سيد ورانا دولت. اه هما يعني هو علاء اجرهم معايا يعني هما اصحابه بس يعني ان هما ماشيين معاه عشان ياخدوا الفلوس. لكن صاحب اختيار فكره اصلا ان هما يخطفوا طفل واختيار يوسف واختيار الموت واختيار ده كله علاء لوحده. النهارده شفتيه وهو لابس البدله الحمراء؟ اه شفته وانا بقى نفسي بابا ومامته يشوفوه يعني نفسي قوي ان هم يشوفوا الصوره يشوفوا نتيجه تربيتهم لان ده اكيد تربيه اللي هم ده نتيجه التربيه. انا ابني في الجنه مع الانبياء والرسل وهم شفنا عملوا ايه نتيجه يعرفوا ان دي تربيه لان دي حاجات كتيره لان يعني هو قايل ان هو بيكره باباه قايل في البتاع ان هو بيكره باباه مع ان هو الظاهر ما كانش ان هو بيكره باباه. فهو الوقت طب انتوا شفتوا اكيد الكره ده حاجه بقى داخليه ما بينهم بقى. طب انت اتكلم يشوفوا نتيجه يعني انت وصلتوا ان ده ابنكم الكبير اللي واقف ببدله الاعدام ده انه قتل طفل صغير. تفتكري يوسف لحد دلوقتي وبيجي في بالك تقرأي له؟ وانا عمري هنسى يوسف. هو انا اصلا هو علاء قتلني مع يوسف واحنا عايشه زي خيال مات كده وخلاص شويه طاقه بس لاخواته الصغيرين لكن انا منتهيه. هو قتلني مع يوسف ابني الكبير اول فرحتي واحنا عايشين اصلا انا وبابا ولا احنا عايشين خالص. هو قتل كل حاجه في حياتنا اصلا حتى الفرحه عندنا بقت بالحزن. رحتي ليوسف يوم الحكم عليهم بالاعدام؟ اه احنا بنروح على طول. قلت له مبروك مبروك عليك الجنه يا قلب امك. بس مبروك عليك الجنه يا قلب امك. هتزوريه تاني ان شاء الله لما احنا بنزوره حكم الاعدام عليهم مره ثانيه؟ اه طبعا ونفسي بس اشوف ابوك يا علاء جاي ياخدك جثه يستلمك زي ما انا استلمت ابني في مستشفى المنصوره الدولي. اشوفك ماخدك متكفن بس انت هتبقى مرمي كده زي ان انت ماشي كده لا بيصلي عليك ولا حاجه ان انت مجرم. هتبقى مكتوب لك في شهاده الوفاه ان انت معدوم كده. هستريح لما اشوف اللقطه دي لما اشوفهم ان هم استلموه عرف ان هم ان هو اتعدم وخلاص. ان شاء الله ربنا يريح قلبك ويرحم يوسف زي ما انت قلتي يوسف شهيد شهيد ان شاء الله. بشكرك شكرا.